السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. واليوم احنا عندنا قضية جدا مهمة اللي هي كثير من الأخوان اللي قالوا لي بها، اللي هي قضية الدوزان. الدوزان هو عندك دوزان آلة الأودي، شلون انت تتعلم الدوزان؟ الدوزان تتعلمه بقضية جدا مهمة. طبعا قبل ما أبدي، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق. أنا عندي نوعين من الدورات، الدورة أونلاين مباشرة وياي عن طريق الواتساب أو السكايب أو التطبيقات، واللي هي 8 محاضرات، أو حضوري موجودة في بغداد حاليا أنا حاضر. اتصال يكون عن طريق رقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو. الدوزان يكون عندك بطريقة صحيحة، شلون طريقتك راح تكون موفق انه تخلي اما تيونر المتعارف عليه، هسه كلهم تيونر الناس. النصيحة من عندي، تيونر اوكي اكو بيهم بعض التيونرات هي خطأ بعض وليس الكل. بين ليش راح يصير لك اخضر بس مو على الاشارة الاخضر الصح، وبالتالي راح يصير عندك فرق شعراية. وين تروح؟ هسه انا عندي بيانو او اورجن، او تقدر تنصبه على الايباد بيانو اورجن، تاخذ التون من عنده، وبالتالي انت تاخذ مثلا اسعدك صال باو، هذا عندك صال صال صال. نفس ما يديك الصوت، يعني ما في مشكلة. لذاك الإخوان الأعزاء شافوا بي مشكلة إنه أكو كذا طريقة، والدوزان هذا. لكن شنو يبقى؟ يبقى إنه التجربة والتمرين والاختبار. وأكو مثلاً نس إحنا ما نحتاج مرات، يعني أنا في حفلة ما أحتاج إنه ضرورة لازم أدوزن أورجن ما عندي. أفرض موبايل ما موجود عندي، أو موبايل خلوه في الاستلامات. لذلك لازم انت التونات عندك، عندك طريقه التمرين وتتمرن عليها اكثر من اللازم يكون عندك. اذا موضوعنا بالدوزان يكون على مو فقط التيونر، عندك البيانو، بيانو على الايباد، بيانو عندك في البيت، بيانو تقوم تحفظ عليه تتمرن حتى تبقى النغمات موجوده في اذنك، وعلى هذا الاساس باقي الصول عندك على الاذن. وهاي مو هينه، هاي يحتاج الى عده تمارين. اتمنى انه هذا فاتكم للدوزان، حتى كثير من الاخوان انه مشكلة عنده في قضية الدوزان، وقضية انه شنو الدوزان. الدوزان هو هذا ضبط الاوتار للآلة المعينة. اوكي، اكو موجودة مثلا عندك تيونر تخليه على 440، لكن اكو قياسات لكل وتر. بالمناسبة يمكن انتم ما تعرفوا لكل وتر الى عدد ذبذبات، لكن احنا نمشي وين؟ نمشي نقول اضعف الايمان ويا من مع البيانو اللي تنصبه انت على الموبايل او الايباد، وبالتالي تاخذ النوت الموسيقيه من عندي. تحياتكم، واتمنى انه فدتكم، ومع السلامه. ولا تنسون اللايك والاشتراك في هذه القناه، وايضا اللي يحب يدرس آلة العود انا حاضر. تحياتكم ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.